بعد الموسم الكارثي الذي قدمه مع الإنتر وليفورنو، عاد المهاجم الجزائري إسحاق بالفضيل إلى صفوف ناديه السابق بارما، أين بدأت التحضيرات للموسم الجديد. وأبدأ الجزائري سعادته الكبيرة باللعب من جديد تحت قيادة المدرب الذي تألق معه روبرتو دونادوني. بالفضيل خص قناة سكاي سبورت الإيطالية بحوار تحدث فيه عن الموسم السلبي مع الإنتر، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية أيضا لأنه لم يكن محفزا بشكل لازم من أجل تقديم مستوى كبير. كما أبدى مهاجم بولونيا السابق رغبته الشديدة في العودة بقوة وتقديم موسم يعيد به الثقة إلى نفسه ويرد به الاعتبار. مهاجم بارما لم يخفي تشوقه الكبير للعب بجانب المهاجم الدولي الإيطالي أنطونيو كاسانو، معتبرا إياه أحد أحسن المهاجمين في إيطاليا.